السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة في البداية. الله يحفظنا ويحفظكم من شر الأمراض والأوبئة، والله يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية يا رب. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذا المساء أن يشافي ويعافي جميع مرضى المسلمين من كل مرض، من كل سقم، من كل بلاء، من كل أذى يا رب العالمين. ومساكم صدقات من الابتسامة والكلمة الطيبة، فأكثروا من الصدقات التي لن تكلفكم شيء، يعني سووا دعاية للمعجون، كثروا من الكلام الحلو، مساكم سعادة. إن شاء الله بأخذكم بمقتطفات جميلة لجمال المنطقة الشرقية، يعني مني منك شوية على السريع، جولة سريعة في جبال وأودية المنطقة الشرقية إن شاء الله. نلتقي في الجبال والوديان الجميلة والساحرة، مع أن الجو ما شاء الله تبارك الرحمن. برع يقول اللهم أجرنا من حر جهنم. وصلت الحين لحديقة شيص، ما شاء الله تغيرت البقعة تماما، استوى سوق كبير قدام. تغيرت البقعة تماما، نحيد الباب هنا كان ما استوى هناك، والباب استوى قدام. أنا حيدني كنت أدخل من هناك، الباب استوى قدام. هذا مسجد شيص، حديقة شيص. واو، أنا الوحيدة يمكن اللي بالحديقة، أنا الوحيدة اللي جاية هنا. ألالي هنا، شلال يميني بيكون ما أدري موجود ولا ما موجود، ما أدري. لا لا هكو موجود الماي، تقول يا هل طفله يا ستحوط دور شلال. هكو هكو موجود موجود، هكو هكو. مش هلال رمضان، مش هلال رمضان، شلال شيص شفناه شفناه. هذا كوفي، وين هي الباب؟ وابوي انا كبروها البقعه هناك. دخلنا وشوف شباك التذاكر، حيد قبل ما شي تذاكر، حين اتوقع صارت في تذاكر. هذا شلال، عاد هذه حديقة شيص.
هذا الجانب ألعاب حق الأطفال، كذلك دري يودينا فوق بإمكاننا نشوف البقعة من فوق. هذا مكان مخصص للألعاب. يا سلام على الخضار، بسم الله ما شاء الله. حب الخضار، صوت الماي، عناصر الحياة، الحشرات، الغربان، العصافير، الطيور، الورد، الحشيش، حتى الحشيش عافية. هذا الألعاب ردهة الأطفال ما شاء الله، شو هالجمال. المكان براد براد، أحس إن الخضرة والماي قاعدة تبرد البقعة. تعالوا هذا الوقت، هذا الوقت مناسب حتى أتوقع الشلال شغلوا. أنا الوقت اللي دخلت فيه هذا الوقت مناسب، يعني خمس من هذا الدري بإمكاننا نركب فوق ونستكشف البقعة من فوق كامل، نشوف أطلالة الجبال والحديقة من فوق. يعني هذا مكان بإمكان خاصة عشاق التصوير، هناك بإمكانكم توصلوا. لكن ما شاء الله المكان براد، مثل ما قلت لكم التوقيت هذا 5:30، 6 مناسب براد والهواء نسناس. السلام يا سلام، بدا الغروب. عند هذا سكشن الألعاب الواحد يطمش بس كيف يلعب اليهال. مساكم الله بالخير والسرور والسعادة، مساكم ابتسامة وصدقة. وعدنا من جديد إلى أرض الإمارات، أنا حاليا متواجدة في مدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة. عاد الحين توني داخلة من المنفذ الحدودي من خطم الملاحة. عاد الحين أنا متواجدة في محمية الحفية لقون الطبيعة. الحين ناخذ جولة في هذا المحمية، أتوقع خذيتكم عدة مرات لهذا المحمية الطبيعية الجميلة. والمميز في هذا المحمية أنها مكيفة، يعني تعالوا واستكشفوا الحياة الطبيعية في أجواء باردة ومكيفة. إن شاء الله الحين ناخذكم جولة مقتطفات، لأن مصورتها لكم عدة مرات. الحين إن شاء الله راح ناخذ تذاكرنا اللي طبعا رسومها رمزية جدا، وبناخذ جولة في هذا المحمية، محمية حفية لصون الحياة الطبيعية الجبلية. عاد خذينا التذاكر، تذكرة ب15 مثل ما قلت لكم سعر رمزي، ونسجل دخولنا إن شاء الله. أنا بإمكاننا نشوف الحياة. هذا كأنه قرط، أيوة هذا القرط اللي كانوا يستخدموه لعلاج ألم الأسنان، صح؟ لا هذا القرط، هذا القرط ما شاء الله يبان اجمع اودي للعيايز. اي والله انا قطيت التذاكر بعد. هذا شجره القرط يا عرب، انه القرط، القرط كانوا يستخدموه دواء للاسنان. من الاشياء الجميله اللي بامكاننا نحن نشوفها في المحميه هو الطهر العربي، هذا معلومات عنه بامكاننا نشوفه في بيئته طبيعيه. عندكم التلسكوب بامكانكم تشوفوا تفاصيل ومعلومات، بحر المعلومات عن الطهر العربي. اتوه مولود ما ادري شكله منضم من الحر، لكن درجة الحرارة احنا اقل من مسقط. وبشكل عام عمان كان ما ادري هاليومين حرارة مو طبيعية. بامكانكم بعد تشوفوا الارنب الوبري،
غربي غربي حار، هو حار. هذا هو مركز الحفية لصون البيئة الجبلية، مركز الحفية في كلباء. وينك يا الطهر العربي ويرعى منا بمكان ما. هذا أشجار الزيتون ما شاء الله حلوة الطبيعة، حتى لو الجو حر سبحان الله ليبال ليها لون وشعور آخر يعني سبحان الله. شوف معاي الذئب العربي وحليل راقد بسلام. اوب 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 سمع صوتي قام 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 يا عمري يعني. بسم الله ما شاء الله ولدهم يوم يكون راقد قام قام البطل. والله انه مستحر قاعد يلاهث سبحان الله. اللهم اجرنا من حر جهنم. سوى فوكس عليه. شوف 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 بسم الله ما شاء الله. الهوا شالونه شل. قاعد بروح انضم بمكان شافتني بنت حسني، شافتني رحاب. يا الله وعلي شوف كيف يلهث. وعلي عنك هذا الذئب العربي. وعلي وعلي راح تظلل راح تظلل. شوفوا وعلي وعلي مسكين. اهم شيء المكيف بارد. والله كاسرين خاطر الحيوانات بهالحر. وبعد انه كذا القيض ما بدا، هذا بداية الحر. اللهم اجرنا من حر جهنم. وجهة ممتازة للاطفال الكبار. يا سلام يا سلام يا حيك مرحبا بك السولعي الجميل الغرشوب. له 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 هيبة وقعدة ورزة وفشخرة. شتبوا أكثر من هذا الحركات الحلوة. أهم شيء ياسم مضغ البان بعد تمضيغة للبان يا متعوبة عليها الحركة دي. Thank you.
كتير حلو.